إذا كيف نلعب جي تي الحياة الواقعية؟ الطريقة بسيطة جدا، نحتاج إلى 3 أدوات تقريبا، مثلا 5M هو الموقع، نضغط عليه وندخل إليه مباشرة، نقوم بتحميل هذا ال 5M. هي نضغط هنا على دونالد كليينت، نضغط هنا على أجري مباشرة، هنا يعطيك نضغط ستار دونالد أو يتم التحميل. بعد الانتهاء سوف نضغط اوبن او تضغط دوبل كليك عليه، نقوم بفتحه. هو يظهر على سطح المكتب بهذه الايقونة الصفراء او البرتقالية، وهكذا يبدأ في الدخول. يقوم بالتحديد اولا، سنتركه هكذا للدخول، وسوف نتجه الى البرنامج الثاني. سنأتي له نكتب ديسكورد دونالد، نقوم بتحميله ايضا. هنا موقع الديسكورد، نقوم بتحميل برنامج الديسكورد، وليس أن تفتحه في البراوزر، لا، يجب عليك أن تقوم بتحميل برنامج الديسكورد. هاهو، ثم نضغط ستارت دونالد، ثم المكان الذي اشتريت منه اللعبة، إما عن طريق ستيم أو عن طريق إيبك جيمز أو سوشيال كلوب. المهم أن البعض السيرفرات يطلبون منك ستيم مثلا، تكتب هنا ستيم ثم تدخل الى الموقع وتقوم بتحميل برنامج ستيم. ها هو انستال. طبيعة الحال في كل هذه المواقع يجب ان تنشئ حسابك اولا، ثم يعني تقوم بتحميله وتنشئ حساب. ضروري يجب ان تنشئ حساب في الديسكورد وفي ستيم وايضا في ال5M. بتحميل ستيم تضغط على انستال ستيم وستارت. بعد تحميله تقوم بتثبيته مباشرة. إذا هنا أثناء تثبيت برنامج 5M سيقول لك اختار مكان اللعبة، مكان اللعبة. أوكي، ثم تضغط على هذه الأيقونة وتضغط أوبن. يعني عليك أولا أن تقوم بشراء اللعبة كي تقوم ب يعني الدخول إلى 5M، لا بد من شراء اللعبة. أما إذا قمت بتحميلها فقط يعني ده الإصدار المجاني، فإنه لن يعمل عندك ال5M. وقبل أن تشتري اللعبة، نصيحة مهمة جدا، قبل أن تشتري اللعبة يجب أن تعرف شيئا مهما، لا يمكنك إضافة المضاد إذا قمت بشراء اللعبة، لأن حين تشتري اللعبة يمنع في اللعبة أن تقوم برفع المضاد. نعم، يمنعون هذا بشكل نهائي جدا، يعني المقاطع المضادة التي تشاهدونها على اليوتيوب هي فقط مقاطع من الإصدار المجاني للعبة، وليست الإصدار الذي تم شراؤه يعني بالأموال الحقيقية من الشركة مباشرة. لذلك قبل أن تشتري اللعبة لابد أن تعرف هذه المعلومة أولا. سأمر بشرح البرنامج في إذن هنا فاش كندخل 5M، كتضغط على ابلاي مباشرة، وكتختار في واحد الفوق كتختار الرايات، كتختار الراية المغربية، كيخرجوا لك السيرفرات ديال المغرب، كتختار يعني على حسب الدولة كيخرجوا لك السيرفرات مباشرة. ولكن ملي كتدخل 5M كاينين حتى السيرفرات اللي هما بابليك، اللي هما يعني ما كيطلبوش حتى شي يعني شروط باش تدخل لهم، وكاين السيمي وايل ليست اللي كيطلبوا منك هو الاول تدخل للديسكورد ودير موافقة على الشروط، وكاين دو وايت ليستد سيرفر هما اللي كيخصك تاخذ الاختبار وتدوز الشفوي عاد يمكن لك تدخل السيرفر. اذا فاش كتدخل راه كتلقى حتى السيرفرات الامريكية وكاع الدول، كل دولة وعندها السيرفرات ديالها. تقدر تختار على حسب الدولة، تقدر تختار على حسب السمية، كلشي كاين. هنا اكبر مثال على السيرفر اللي هو بابليك هو هذا كارولينا، ولكن في السيرفر بابليك ديما تيكون الشغب، يعني اللهم تدخل جي تي اونلاين ولا تدخل سيرفر بابليك، حيتاش ما تيكونش فيهم القوانين بحال الوايت ليستد سيرفر. ملي كتدخل الديسكورد اول حاجه بعدا خاصك ديرها هو انك تحفظ القوانين ديال الجيم، القوانين ديال اللعبه ديال جي تي ا الحياه الواقعيه. اشنو هما هاد القوانين؟ ضروري هاد القوانين غادي يسولوكم عليهم قبل ما غادي تقدر تدخل باش تلعب معاهم. اشنو هما القوانين؟ القانون الاول الرول بلاي. الرول بلاي هو واحد النوع ديال الالعاب اللي كتقمص فيه الدور تاع شي شخصيه خياليه داخل اللعبه، وكتلتزم بقواعد تاع داك العالم الخيالي، وكدير راسك بحال الا كاين في العالم الواقعي. باور جيمين فاش كدير شي تصرفات خارقه اللي ما كيتقبلهاش العقل، بحال انك تقفز من الجسر وتنوض وكتمشى بحال الا ما كاين والو، ولا يكون شي واحد منيش عليك شي فردي وانت باقي كتمشى وما مسوقش ليه. ميتا جيمين
ميتا جيمين هي فاش كتجمع معلومات خارج الجيم تستعملها في صالحك داخل اللعبه. واخا تعرف شي واحد من الصوت ديالو ودار لك شي حاجه خاصك دير راسك ما كتعرفوش، لا من الصوت ديالو ولا من الحوايج ديالو، كيقول لك هو شكون ويعرف براسو. ماس اي بي هو فاش خاصك دير في بالك باللي المدينه عامره بالسكينه ديالها، يعني خاصك تحط راسك في الواقعيه وتخاف يشوفوك الناس الا درتي شي حاجه علاش تخاف، وتخاف من البوليس كما كتخاف منهم في الواقع، وتحترم السبيطارات كما كتحترمهم في الواقع الى اخره. ميكس اير بي كتعني ما خصكش تخلط بين احداث اللي كتوقع في اللعبه مع الواقع الحقيقي ديالك، يعني الا حقر عليك شي واحد في الجيم ولا تعدى عليك ما خصكش تحقد عليه حتى في الواقع، يعني اي حاجه وقعت في اللعبه كتبقى في اللعبه فقط. فورس اير بي ما خصكش تبزز على شي واحد يدير شي حاجه وهو ما باغيش يديرها وبلا ما تسمع ليه شنو باغي هو. كار كيل هنا ما خصكش تبقى تدخل في بنادم بالطوموبيل بلا سبب ولا تبقى تدخل في الطوموبيلات تاعهم. فري كيل ما خصكش تقتل شي واحد بلا سبب وبلا سابق انذار، سواء كانت شخصيه حقيقيه ولا يكون البوت. البوت هي ديك الشخصيات اللي كتكون في الجيم ما كتحركش ولا كتحرك، المهم ماشي شخصيه حقيقيه. ريفينج كيل ما خصكش تنتقم من شي واحد قتلك، حيت ملي متي كتفقد الذاكره وكتعاود من جديد الا في حاله الا كاينين شهود. فير ار بي خاصك تخاف على حياتك كما كتخاف عليها في الواقع، بحال الا تعرضتي لشي خطر ديال البوليس ولا العصابه. وين اخ بي ما خصكش ديما تقلب الاحداث باش دير في راسك انت هو البطل وما كاينش اللي احسن منك، بالعكس خاصك تحلى بروح رياضيه وتمشي مع الاحداث كيف ما كانت وتقبل الخساره سواء كانت من البوليس ولا من شي عصابه. فوير لو ار بي الت زائد اف 4 ما خصكش تبقى تخرج من السيرفر بالعاني باش تهرب من شي موقف ولا شي حدث الا في حالات كان الخروج لضروره قصوى. فاير بلاي تلعب بالعدل وتقبل الاحداث وتمشي مع السيناريو وما تقلقش لا في الجيم ولا خارج الجيم. بوني جامب بوني جامب فاش كتبقى تنقز باش تجري بالسرعه. تشيكن ران الهروب ديال الدجاج معناه ما خصكش تبقى تقفز باش زعما ما يجيش فيك القرطاس حيت ما تقدرش دير هكاك في الواقع. نيو لايف رولز نيو لايف رولز فاش كتدخل شي غيبوبه خاصك تنسى من 10 حتى ل 15 دقيقه ديال الاحداث اللي وقعوا من قبل. راكورسي اغ بي ما خصك تستغل الاختصارات باش انك دغيا توصل ودير لاباس، بحال مثلا واخا تشوف شي واحد كتعرفو انت من خارج الجيم بلي عنده عصابه والفلوس وداكشي، خاصك في اللعبه تنسى داكشي ودير راسك ما كتعرفوش وما كتعرف عليه والو وما تمشيش تقلب عليه باش تدخل معاه الا تلاقيتو في شي صدفه وعرف براسو ليك. طالك اش ار بي ما خصكش تبقى تهضر وسط شي سيناريو على شي موضوع اخر ولا تكون كتهضر مع الناس من خارج الجيم حيت هكاك الا درتي غادي تعاقب. كوما فاش كتموت كتنسى كاع داكشي اللي طرا ليك فاش متي، ولا كان معاك صديق كترجع غير 50% من داكشي اللي طرا. سيف زون هي المناطق المسالمه اللي ما خصكش فيهم تقتل ولا تختطف ولا دير اي جريمه بحال السبيطارات والبلايص ديال الشركات والاعمال. ستريم هاك ستريم سنايب ممنوع انك تهز معلومات من شي بث مباشر وتستعملهم في الجيم لصالح ديالك. موخت اخ بي فاش كتبغي تلعب بشي شخصيه جديده خاصك تواصل هو الاول مع الاداره يوافقوا ليك، عاد كتمسح الشخصيه وكدير وحده جديده وديك الساعات راه كدير ليها كارت نسخونه جديده وداكشي. هادو هما القوانين ديال الحياه الواقعيه اللي ضروري غادي يسولوكم عليهم قبل ما غادي تقدر تدخل وتلعب. من بعد شنو كدير ملي كتدخل 5M؟ كتختار السيرفر اللي بيتي، كتلقى اللين ديال الديسكورد كتكليكي عليه وكتجي للديسكورد كتدخل. ملي كتدخل للديسكورد ديالهم بحال هذا مثلا سميتو ابولو 11 اخ بي هذا ديال المغرب، فاش كتدخل اول حاجه كديرها كتقلب على واحد الحاجه سميتها وايت ليست. وايت ليست هي البلاصه فين كتحط الطلب ديالك بحال السي في كتحطو ليهم باش هما غادي يقروا ديك الساعه واش يقبلوك ولا ما يقبلوكش. ها هي فاش كتنزل هو كتلقى هنايا وايت ليست فورم ولا وايت ليست روكيست ولا مهم وايت ليست. نقلب غير على وايت ليست راه في كل سيرفر كتكون هاد وايت ليست هي فين كتحط الطلب ديالك باش انك تعطيهم الطلب وديك الساعه تسنى واش يقبلوك ولا ما يقبلوكش. بحال اللي قلتي مثلا هادو الناس اللي حطوا الطلبات ديالهم هو فاش كتكون هاد العلامه يعني انت مرفوض، يعني رفضوك انك باش تدخل معاهم بحال اللي كتشوف هنايا، يعني كتعمر هاد المعلومات كيعطيوك السميه
فيها السميه واللاج ديالك مثلا في الجيم، يعني السميه في الجيم ماشي السميه الحقيقيه، السميه تاعك في الجيم والعمر ديالك زعما في الجيم والخيب. هنا دايرين لك هذه الخبره ما كانتش هذه في الاول، ولكن دابا كاينين اللي كيحطوها على حسب السيرفر، كل سيرفر شنو كيحط لك. مثلا هادو حطوا لك مثلا اكسبيرينس ان رول بلاي، زعما شحال هي الخبره تاعك في اللعبه، يعني شحال وانت كتلعب. الا حطيتي هنا نو يقدر ما يقبلوكش، نو ما دير فيها بعدا واحد 10 شهور على الاقل ولا عام ولا بحال هكا. هنا كدير مثلا هنا عندك اج رول بلاي، يعني العمر ديالك في داخل اللعبه، اما اج اي ار ال زعما في الرياليتي، يعني في الواقع، يعني شحال العمر ديالك في الواقع. هنا كتحط العمر ديالك في الواقع والرابط ديالك في ستيم، كما قلنا راه كتدخل في ستيم كدير الحساب ديالك، وديك الساعه راه كتهز الرابط ديالك من ستيم. غنوريكم كيفاش. هنا اولا النموذج، هو النموذج اللي كتعطيهم، النموذج اللي كتعمر وكتحطو ليهم تما. ها هو هنا مثلا كتحط السميه، اللاج ديالك في الجيم، الخبره واللاج ديالك الحقيقي والرابط ديال ستيم. وكاينين بزاف والاغلبيه ديال السيرفرات كيزيدوا هادي تاع ستوري، زعما كدير القصه الحقيقيه تاعك في اللعبه، يعني لداخل اللعبه شنو هي القصه اللي غادي تلعبها في الجيم، شنو هي القصه ديالك في الجيم. كدير ليهم شي قصه بحال مثلا هذا السي فلان خدام، ما عليه ما به، خرجوا ليه شي مشاكل، عنده شي حسابات ولا داخل فوق راسو ولا. المهم انت كدير لي واحد القصه، وهاد القصه كتكون فيها على الاقل واحد 10 ديال السطوره ضروري كتحط فيهم، ولا غير 5 ديال السطوره بعدا على الاقل. وديك الساعات انت كتحط داكشي وهما كيشوفوا واش يقبلوك ولا ما يقبلوكش. هذا هو المشكل ديال الار بي، راه ماشي كلشي كيتقبل، يعني ماشي غير يجي وراه غادي يقبلوك، يقدر ما يقبلوش ليك الطلب ديالك، يقدر ما يقبلوكش في الشفوي الا دوزو ليك الاختبار ولقاوك انت ما حافظش القوانين مزيان، ما غاديش تقبل في الار بي. هذا هو المشكل. كاينين عاوتاني الار بيات اللي كيقبلوا الدراري من غير يعني بلا سميتو، يعني بلا الشفوي داك التخربيق كامل، غير هما قلال بزاف، يعني الاغلبيه ضروري يعني السيرفرات اللي فيهم الدراري بزاف وداكشي راه ضروري خصك تحفظ وضروري خصك تدفع ليهم الطلب هذا ويقبلوا لك هذا الطلب هذا. عاد ديك الساعه تقدر تلعب، عاد ديك الساعه تقدر تدخل. اما الا ما درتيش هذه الخطوات راه ما غاديش تدخل، واخا بقات كي تما كونيكتي تتشبع راه ما غاديش تدخل. خاصك ضروري تحط الطلب هنا. عاوتاني واحد الحاجه خاصك تعرفها، وان هذا الويت ليست في بعض السيرفرات كتلقاها مسدوده. كيفاش مسدوده؟ يعني هما دابا كيوقفوا الاستقبال ديال الطلبات. فهاد المرات كيكون الاستقبال ديال الطلبات، فاش تيكون الاستقبال ديال الطلبات كتلقى هنا البلاصه فين تحط الميساج، ها هي مفتوحه، يعني تقدر تحط الطلب ديالك. اما فاش كيكون مسدود، يعني الطلبات يعني محبوسين، راه هاد البلاصه ما غتلقاش فين تحط الميساج، يعني راه ماشي كلشي السيرفرات راه تقدر تدخل ليهم. عاوتاني كاينين سيرفرات خاصك تسنى امتى كيحلوا عاوتاني استقبال الطلبات، فاش تيكون عندهم بنادم بزاف تيسدوا هاد البلاصه هادي وتيديروا غير واحد الوقت في النهار تيستقبلوا فيه دوك الطلبات تاع الانضمام، يعني هاد الحوايج هادو، فهمتي؟ يعني كل سيرفر والطريقه ديالو باش كيخدم. بطبيعه الحال راه ما كاينش واحد السيرفر المغربي ولا جوج، راه كاينين شي 10 واقيلا اللي كاينين ولا اكثر. ملي كتدخل لفايف ام راه كيطلعوا لك كاع السيرفرات مثلا المغربيه، كتختار الدوله المغربيه، كيعطيوك السيرفرات المغربيه، كتختار الدوله، كل الدوله والسيرفرات اللي فيها. كاينين اللي كيطلبوا منك الديسكورد ديالك، هو كاين هنا، كتكليكي على هنا، كليكي على هادي، كتكوبيها وكتحطها هنا هكا، كدير باستا هو الديسكورد ديالك. مثلا ستيم، كليكي على السميه تاعك هنا الفوق، هيا فيو ماي بروفيل، كتكليكي هنا مباشره، ها هو كتكوبي البروفيل ديالك، ها هو كتحطو هنا في ستيم، ها في هذا هو ستيم ديالك مثلا، وتحط لهم داكشي في الوايت ليست. من بعد كما قلنا الا لقيتي هاد العلامه، يعني راك ما مقبولش، خاصك تعاود تحط المعلومات ولا شي حاجه
الا حطي الا لقيتي هادي يعني مقبول، شنو غادي دير من بعد؟ غادي تسنى هنا حتى تطلع لك واحد الوايت ليست اخرى اللي فيها فيها واحد الباف هكا ولا مكتوب فيها وايت ليست تيست ولا 200 ولا شي حاجه بحال هكا. المهم وايت ليست شي حاجه فين كيدوزوا الامتحان الشفوي، اولا كتدخل مثلا فيزيتور شات اولا هيلب شات وكتسولهم، كتسول ملي عندك شي سؤال كتقول لهم فين غادي ندخل ولا امتى غدوزوا الوايت ليست بحال هكا صافي، راه غادي يقولوا لك هما يجاوبوك وديك الساعه غدوز الامتحان ديالك. وديك الساعه ملي غادي تدخل كتفتح هو الاول البرنامج ديال الديسكورد كتفتحو كتخليه مفتوح عاد كتدخل 5M، يعني ما تدخلش 5M عاد تدخل الديسكورد، الديسكورد هو الاول كتفتحو كتخليه مفتوح عاد كتدخل 5M، حيت الا ما فتحتيش الديسكورد هو الاول ما غاديش تقدر تدخل للسيرفر.